بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقا موصلا لرضاه وصراطا يتبعه من اراد هداه رفع شأن العلم واهله حتى وصلوا من المجد منتهى ومن العز اعلى ذرى والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه معالي الاستاذة الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه الموقره وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راعيه المنتدى اصحاب السمو معالي الدكتوره مديحه بنت احمد الشيبانيه الموقره وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم أصحاب المعالي المكرمون أعضاء مجلس الدولة سعادة الأستاذ الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألسكو أصحاب السعادة الأفاضل ممثلو المؤسسات العلمية والأكاديمية ضيوف سلطنة عمان الأعزاء مشاهدينا عبر تلفزيون سلطنة عمان قناة عمان مباشر ومنصات التواصل الاجتماعي سلام من الله عليكم من أرض الأمان والسلام سلطنة عمان ورحمة منه وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير انه من دواعي الغبطه والسرور ان نرحب بكم جميعا هنا في مسقط العامره في افتتاح اعمال المنتدى العربي للبحث العلمي والتنميه المستدامه في دورته التاسعه والتي تحمل عنوان دور الباحثات العربيات في تحقيق التنميه المستدامه هذا المنتدى الذي تنظمه وزاره التربيه والتعليم ممثله باللجنه الوطنيه العمانيه للتربيه والثقافه والعلوم ووزاره التربيه التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاليسكو حيث تنطلق اعماله مدفوعه بعدد من الاهداف. منها المساهمه في بناء شراكات فاعله بين قطاعات التعليم والبحث العلمي من جهه والقطاعات المعنيه بالتنميه وقضايا المجتمع العربي من جهه اخرى وسيكون المنتدى فرصه سانحه لعرض التجارب والخبرات العربيه والعالميه الناجحه وتمكين الدول والمؤسسات العربيه من الاستفاده منها الحفل الكريم يسرنا ان ندعو الاستاذه امنه بن سالم بن راشد البلوشيه امينه اللجنه الوطنيه العمانيه للتربيه والثقافه والعلوم لتلقي كلمه وزاره التربيه والتعليم بهذه المناسبه فلتتفضل مشكوره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معالي الاستاذه الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه الموقره وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، راعيه حفل افتتاح المنتدى العربي للبحث العلمي والتنميه المستدامه. أصحاب السمو الموقرين معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد شيباني الموقرة وزيرة التربية والتعليم، رئيسة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، أصحاب المعالي المكرمون وأصحاب السعادة، ضيوف سلطنة عمان الأعزاء، المشاركون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بدايةً أنا أتقدم بخالص الشكر وتعظيم التقدير لمعالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية الموقرة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رعايتها الكريمة لافتتاح المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة تحت شعار الباحثة العربية إرادة جادة من أجل تحقيق تنمية مستدامة الذي يهدف إلى تعزيز مساهمات المؤسسات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي والباحثين والمبتكرين في القضايا التنمويه العربيه، والاستفاده من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال، مرحبة بالضيوف الاعزاء من الدول العربيه على مشاركتهم لنا هذه الاحتفاليه، متمنية لهم طيب الاقامه في بلدهم سلطنه عمان. معالي الاستاذه الدكتوره راعيه الحفل، اصحاب السمو والمعالي والمكرمين واصحاب السعاده الحضور الكريم يعد هذا المنتدى ارضا خصبه تجمع الخبراء والباحثين والمختصين العرب والمؤسسات العربيه بنظرائهم على الصعيدين الاقليمي والدولي وهو فرصه لاستقطاب العلماء والخبراء العرب في داخل الوطن العربي وخارجه بهدف تمكينهم من المساهمة في نقل التقنيات المتطورة بالبلدان العربية وتوطينها في الداخل والخارج. ولا شك أن البحث العلمي هو الأساس الذي تبنى عليه الحضارات ونهضة الأمم وتقدمها، فمن خلاله يمكن للإنسان بلوغ المعرفة وتحقيق الرفاهية ومواجهة التحديات المختلفة في كافة مناحي الحياة. وللبحث العلمي أهمية كبرى في صناعة الفكر واجلاء الشكوك واثبات الحقائق كما يساهم في رفعه المجتمعات وزياده وعيها بالتحولات التي تطرا على العالم بما يقدمه من تفسيرات علميه تثري عقل الانسان ولما كان البحث العلمي يعد احد الوسائل التي عززت التقارب الثقافي بين دول العالم وتسريع التفاهم بين الشعوب فقد اعطي اهتماما بالغا واولويه قصوى من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه التي تسعى الى تشجيع الباحثين على مستوى العالم من خلال البرامج التي تنفذها في خططها والجوائز التي تطلقها، إضافة إلى الكراسي البحثية والعلمية، والتوأمة مع الجامعات التي تتيح من خلالها تشارك الأفكار، وتطبيقها لمنفعة البشرية. الحضور الكريم حرصت سلطنة عمان على إدماج مجالات البحث العلمي وأهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها وخططها التنموية لاسيما رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى أن تكون سلطنة عمان دولة رائدة في مجال الابتكار والثورة المعرفية وبحسب مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 فقد ارتفع مؤشر الانفاق على البحث والتطوير تسعة عشرة مرتبة لتصبح سلطنة عمان في المرتبة الواحد وسبعين عالميا في هذا المؤشر مقارنة بالمرتبة التسعين في عام 2021 وتشجيعا للباحثين الناشئين من طلبة المدارس فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية كمهرجان عمان للعلوم والأسبوع الوطني للعلوم لتعمل هذه المبادرات كمنصات لتعزيز قدرات الطلبة في مجالات البحث والابتكار والابداع. ودعما للباحثين من اكاديميين ومختصين وطلبه الجامعات، فقد تم في عام 2014 تدشين الجائزه الوطنيه للبحث العلمي والتي تشتمل على سته قطاعات هي: التعليم والموارد البشريه، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحه وخدمه المجتمع، والثقافه والعلوم الاجتماعيه والاساسيه. والطاقة والصناعة والبيئة والموارد الحيوية، وقد شهدت الجائزة تنافسا كبيرا بين الباحثين منذ انطلاقتها، محققة عددا من الاهداف ابرزها زيادة الوعي البحثي والعلمي لدى الباحثين لاجراء ابحاث علمية رصينة ذات مخرجات عالية ونشرها في مجلات علمية محكمة. الامر الذي اسهم في بناء كوادر بشريه قادره على المنافسه في النشر العلمي. اصحاب السمو والمعالي المكرمون، اصحاب السعاده، الحضور الكريم، اننا نثمن الدور الكبير الذي تقوم به المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، ومبادرتها النبيله لتشجيع البحث العلمي في الدول العربيه، وتوسيع مجالاته. من خلال اطلاقها للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنميه المستدامه لمواكبه المستجدات الدوليه والعالميه وما افتتاح هذا المنتدى الا دليلا على حرص المنظمه لتكريم الباحثات من النساء وللدور الذي يقمن به بجانب زملائهن الباحثين من خلال تخصيصها الدوره التاسعه لهذا المنتدى ليكون تحت شعار الباحثه العربيه اراده جاده من اجل تحقيق تنميه مستدامه ايمانا من المنظمه بالدور الريادي الذي تقوم به المراه في خدمه المجتمعات الانسانيه وفي الختام اكرر شكري وتقديري لمعالي الاستاذه الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه الموقره وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رعايتها الكريمه لحفل افتتاح هذا المنتدى وشكر موصول لاصحاب السمو والمعالي والسعاده والمتحدثين والمشاركين على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة ولا يفوتني أن أسجل كلمة شكر للجنة الإعداد والتنظيم وفرق العمل المساندة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم على تنظيم هذا الحدث المهم وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز تحت ظل قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الاستاذه الدكتوره راعيه الحفل حضورنا وضيوفنا الكرام ان للبحث العلمي والتكنولوجيا دورا كبيرا في تحقيق اهداف التنميه المستدامه 2030 حيث اصبح من الضروري تعزيز الابتكار والتقنيات الجديده لتحقيق هذه الاهداف لتنميه المجتمعات. ومن هذا المنطلق تسعى المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الى تقويه المنظومه العلميه وتحسين مؤشراتها في الدول الاعضاء ومن بينها سلطنه عمان وذلك للاطلاع بادوارها في تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتوسعه شبكه الشركاء المحليين والاقليميين بما يتيح للدول العربيه مواكبه التغيرات المتسارعه والاستفاده من تجارب التجمعات الاقليميه والعالميه على حد سواء. نبقى الان مع كلمه المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاليسكو يلقيها الاستاذ الدكتور محمد سند ابو درويش مدير اداره العلوم والبحث العلمي بالمنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب السمو اصحاب المعالي ايها السيدات والساده بدايه اسمحوا لي ان انقل اليكم اعتذار معالي الاستاذ الدكتور محمد ولد اعمر مدير عام المنظمه العربيه للتربيه والثقافه لعدم تمكنه من حضور هذه الفعاليه المهمه لظرف طارئ حصل لديه واسمحوا لي ان انقل اليكم كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. معالي الاستاذه الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنه عمان معالي الدكتوره مديحه بنت احمد بن ناصر الشيبانيه وزيره التربيه والتعليم رئيس اللجنه الوطنيه العمانيه للتربيه والثقافه والعلوم اصحاب المعالي والسعاده السيدات والساده ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ويسرني أن أحييكم باسمي وباسم أسرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونحن في استضافة سلطنة عمان بلد الثقافة الأصيلة التي تشكلت وتداخلت بغيرها من الحضارات العالمية بما تزخر به من إرث قيم نجحت في ادراج بعض عناصره في القائمه التمثيليه للتراث الثقافي غير المادي للانسانيه اليونسكو للحفاظ على هذا الموروث المعرفي وما لعبه علماؤنا العرب في اطراء الحضاره الانسانيه بشتى العلوم كيف لا وعلوم الحاضر وان طرا عليها بعض التطور فما هي الا امتداد لعلوم اجدادنا وتراثنا ولا احد منا ينكر دورهم في الحلقه الهامه التي وصل اليها التطور العلمي في بناء الحضاره الانسانيه وتقدمها حيث كانت شمس الرقي والابداع الفكري تسطع في وطننا العربي فازدهرت المدارس والمعاهد العلميه والكتابه والتاليف حيث الابداع والابتكار في مجالات العلوم فشكرا لسلطنه عمان التي اتاحت لي فرصه التذكير بومضه بموض... بعم... من تاريخ علمائنا الذين مهدوا لنا الطريق من خلال الترجمه والتجاره والاستكشافات الجغرافيه وسيظلون على الدوام مرجعا حضاريا وثقافيا ومنارا تهتدى بفكرهم مجتمعاتنا العربيه على مر العصور. الاخوه والاخوات الافاضل اسمحوا لي ان اغتنم لقائي معكم في هذا المحفل العلمي لاعرف بايجاز عن منظمتنا العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاليكسون. احدى منظمات العمل العربي المشترك العامله تحت مظله جامعه الدول العربيه وتتمثل مهمتها الرئيسه في تعزيز التعاون العربي والاقليمي والدولي في مجالات التربيه والثقافه والعلوم والبحث العلمي ودعم مبادرات التنميه متعدده التخصصات ودمجها في السوق العالميه كما تسعى الأليكسو وفق توجهاتها التي رسمت ملامحها في خطة عملها للأعوام 2023-2028 إلى التمهيد لبلورة مشروع عربي مشترك ومتكامل يسهم ولو بقدر بسيط في المساعدة على تجاوز مرحلة التعامل السطحي للمواطن العربي مع العلم والبحث العلمي والافادة من التراكمات المعرفيه العلميه لمؤازره جهود التنميه وجعلها ممكنه ومؤثره لدى مختلف شرائح مجتمعاتنا العربيه السيدات والساده اصحاب السعاده انكم تعلمون دون شك ان هناك علاقه واضحه ولا يمكن تجاهله بين تشرب المجتمع بمعارف العلوم والتكنولوجيا وبين نجاح حركات التنميه واطاله عمر ما يتحقق منها وكميه المردود الذي يمكن ان تحققه هذه المعارف ان تشبع المجتمع تدريجيا بمنجزات العلوم والتكنولوجيات الحديثه يعمل على تجديد التفكير العلمي المنهجي بين افراده ويجعل المجتمع داخل دائره عصره لا خارجها يتفاعل مع عالمه ليستفيد ويفيد ويحتفظ بمكانته في التاريخ والجغرافيا معا ففي تلاقح الافكار آفاق جديده للابتكار والابداع ليأتي هذا المنتدى العربي للبحث العلمي والتنميه المستدامه هذا المنتدى الذي أطلقته الإليكسو منذ عام 2013 كآلية من آليات الاستجابة للعديد من المرجعيات الهادفة إلى نهوض قطاع التعليم والبحث العلمي للوطن الوطن العربي والتي تشمل قرارات القمم العربية بشأن تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والاستراتيجية العربية للبحث العلمي وان اختيارها ان يكون هذا المنتدى، الذي نلتئم في اعماله اليوم، تحت شعار الباحثه العربيه، اراده جاده من اجل تحقيق تنميه مستدامه. ياتي في اطار انسجام اهدافها مع تحقيق الهدف الثالث من الاهداف الانمائيه للالفيه، والهدف الخامس من اهداف التنميه المستدامه. كما ياتي ايضا، انطلاقا من إيمان الإليكسو بدور المرأة العربية الثابت والقوي في تغيير الواقع للأفضل وتثمينا لدور المرأة العربية وعرفانا بجهودها القيمة في تحقيق التنمية العلمية والثقافية في دولنا العربية تشرفت الإليكسو بتسمية سمو الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان حفظها الله سفيرة فوق العادة للثقافة العربية وإننا نتطلع أن تحظى الإليكسو بسفيرة فوق العادة للعلوم والبحث العلمي فتحية وهذا ما سنعمل على تحقيقه بالتعاون مع اللجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم فتحية إكبار وإجلال لكل باحثاتنا العربيات المبدعات على مشاركتهن معنا اليوم لتفدنا بإذن الله وبعلمكن النافع العالم العربي الحضور الكرام بهذه المناسبة وبهذه الحفاوة التي حظيت بها المنظمة وضيوفها الكرام ولما لسلطنة عمان من دور متميز عبر العصور أجدد شكرنا الجزيل لشعب سلطنة عمان ولسلطانها الأكرم منا كل التقدير والمحبه نقدمه من خلالكم. كما نسجل شكرنا وامتناننا لاسره اللجنه الوطنيه العمانيه للتربيه والثقافه والعلوم من خلال امينها العام الاستاذه امنه البلوشيه وكذلك لاعضاء اللجنه الوطنيه كما اشكر شركائنا لحضورهم ومشاركتهم في اعمال هذا المنتدى. فلمن نفذ واشرف وتابع واثد هذا الحدث كل التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته البحث العلمي والتنمية المستدامة مفتاح الأبواب المغلقة ورمز الشفرة الذي تبحث عنه الشعوب لتقفز إلى مجتمع المعرفة المفتوح اللامتناهي الحدود فيتحقق الازدهار والتنمية في جميع الميادين. المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة علامة مسجلة من صنع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. يرمي إلى المساهمة في بناء شراكات فاعلة بين قطاعات التعليم والبحث العلمي وباقي القطاعات المعنية بالتنمية وقضاياها في الوطن العربي. لقد تم تصميمه ليكون فضاءً عربياً يعنى بجمع المسؤولين وصناع القرار في الوزارات العربية المعنية بالتعليم والبحث والصناعة والزراعة والتخطيط والاقتصاد والجامعات والمؤسسات التدريبية والبحثية. والشركات والمؤسسات الانتاجيه والخدميه في الدول العربيه وبخططها التنمويه، فضلا عن استقطاب العلماء والخبراء العرب في المهجر، بهدف تمكينهم من المساهمه في نقل وتوطين الثقافات المتطوره الى الدول العربيه، والمشاركه في تنفيذ برامجها المتطوره. كما يعد هذا المنتدى فرصه لعرض التجارب والخبرات العربيه والعالميه الناجحه. وتمكين الدول والمؤسسات العربية من الاستفادة منها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير أدوات النشر العلمي العربية، وتصنيع الوسائل والمستلزمات التعليمية، وصناعة المحتوى الرقمي العربي. ويعقد المنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة سنوياً بالتداول بين الدول العربية، حيث كان الموعد مع الدورة الأولى عام 2013 في الجمهورية التونسية. لتستضيفه بعد ذلك عام 2014 دولة الامارات العربية المتحدة، ثم الجمهورية اللبنانية عام 2015، ليتجه بعدها إلى جمهورية مصر العربية عام 2016. لم يكن هذا فحسب، فقد توالت استضافات الدول العربية لهذا المشروع الكبير، ليحل ضيفاً على الجمهورية السودانية عام 2017، ثم في المملكة المغربية عام 2018. فالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2019. ونظرا للظروف الطارئة التي عاشها العالم بسبب فيروس كورونا، عقد المنتدى عن بعد عام 2020، لتستضيفه بعدها الجمهورية الإسلامية الموريتانية في دورة استثنائية للشباب عام 2021. أما عن فعاليات الدورات السابقة للمنتدى، فقد حضرها عدد من المدراء والأمناء العامين. وممثلي الدول في المؤسسات والاتحادات العربية والدولية والإقليمية، والخبراء في المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، بالإضافة إلى رجال الإعلام والصحافة العربية والدولية. واليوم تحمل سلطنة الخير سلطنة عمان مشعل الدورة التاسعة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة تحت شعار الباحثة العربية. اراده جاده من اجل تحقيق التنميه المستدامه تقديرا لجهود الباحثه العربيه في كافه المجالات العلميه الذي يستحق منا كل الاجلال والاكبار ومواصله لتحقيق اهداف هذا المحفل العلمي العربي الكبير ليبقى ارثا للاجيال العربيه القادمه حضورنا ومشاهدينا الكرام ياتي شعار المنتدى في هذه الدوره دور الباحثات العربيات في تحقيق التنميه المستدامه في سياق الانجازات التي قدمتها الباحثات العربيات والجهود الكبيره المبذوله لخدمه المجتمع والعلم والانسانيه لذا حرصت المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم في هذا المنتدى على ابرازها وتوظيفها في كافه المجالات العلميه انطلاقا من دورها الفعال في النهوض بالمجالات المتعلقه بالتنميه المستدامه وتوظيف الابحاث والنتائج والتوصيات العلميه في حل ومعالجه التحديات والقضايا التي تواجهها مجتمعاتنا العربيه. نبقى الان مع كلمه عن المنتدى العربي للبحث العلمي والتنميه المستدامه في نسخته التاسعه، يلقيها الاستاذ الدكتور محمد سند ابو درويش مدير اداره العلوم والبحث العلمي بالمنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، المشرف العام للمنتدى. فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله النبي العربي الصادق الامين معالي الاستاذه الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار معالي الاستاذه الدكتوره مديحه بنت احمد الشيبانيه وزيره التربيه والتعليم سعاده الاستاذه امنه بنت سالم البلوشيه امين عام اللجنه الوطنيه للتربيه والثقافه والعلوم في سلطنه عمان اصحاب السمو والمعالي والمكرمين والسعاده ايها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانني اذ ابتدئ حديثي هذا فانني وبكل مشاعر الغبطه والفرح والسرور لابتدئه بالشكر الجزيل لمعالي الاستاذه الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنه عمان لتفضلها الكريم برعايه هذا المنتدى العلمي العربي لاصل شكري ايضا الى معالي الاستاذ الدكتور محمد ولد اعمر مدير عام المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الذي اولى هذا المنتدى بشكل عام وهذه الدوره منه بشكل خاص كل العنايه والرعايه والاهتمام ليكون نجاح هذا المنتدى حضوراً وفعالية وتوصيات جل عنايته وغاية أمانيه مقدماً كذلك شكري وتقديري إلى معالي الأستاذة الدكتورة مديحه بنت احمد الشيبانيه وزيره التربيه والتعليم رئيسه اللجنه الوطنيه للتربيه والثقافه والعلوم وكذلك الاستاذة امنه بنت سالم البلوشيه امينه اللجنه الوطنيه العمانيه للتربيه والثقافه والعلوم على جهودهم الموصوله لاستضافه واحتضان اعمال هذا المنتدى ايها السيدات والساده ان ايمان المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم بالباحث العربي سواء كان هي او هو فهو لايمان مطلق بان الباحث العربي قادر على خلق الابداع والابتكار وخدمه مجتمعه العربي بنتاج علمه الفكري والنهوض به قدما نحو مستقبل واعد مشرق وانطلاقا من كل ذلك وذاك وبالثقه المطلقه ايضا في دور الباحثه العربيه لتحقيق التنميه المستدامه ومواجهه التحديات التي تواجه المجتمعات, المجتمعات العربيه والعالميه سواء في مجالات البيئه والمياه والطاقه النظيفه والامن الغذائي والصحه او في قطاع الهندسه والتعليم العالي والرياده والابتكار جاءت فكره عقد هذا المنتدى ضمن تلك المحاور ليلتقي فيه اربعون متحدثه ومتحدث من شتى بلدان الوطن العربي على ارض سلطنه عمان بلد الخير والمحبه والوئام يستعرضون فيه وعلى مدى يومين ومن خلال جلسه رئيسه واحده وثمان جلسات فرعيه اوراق عملهم ونتاج فكرهم العملي والعلمي لمواجهه تلك التحديات واقتراح الحلول المستدامه بما يخدم المجتمع العربي وبما يخدم الانسانيه ليزدان هذا المنتدى بقصص نجاح ملهمه لنخبه من الباحثات العربيات استطعن مواجهه التحديات وان يكن انموذجا عربيا مشرفا يحتذى به لتكون الباحثة العربيه عاملا مؤثرا في تحقيق التنميه المستدامه وفي تحقيق الرفاه ليس على المستوى العربي فحسب بل لخدمه العالم اجمع ليكتمل برنامج هذا المنتدى بتشاركيه مع منظمه نوفيك الهولنديه من خلال من خلال ورشة عمل تستعرض فيها المنظمة تجربتها في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي. أيها السيدات والسادة، إن إنجاز الباحثة العربية ليس مستبعدا، إذ تشير النشرة الإحصائية الخامسة التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، في عام 2022 إلى تسجيل نسب مرتفعة لمشاركة المرأة العربية في مجال البحث والتطوير خلال السنوات العشر الماضية. وعلى الرغم من أن النساء اللواتي يشتغلن في البحث العلمي لا تتجاوز ما نسبته 29.3% على المستوى العالمي في عام 2018 إلا أن النساء الباحثات في المنطقة العربية شكلنا ما نسبته 41.5% مقارنة مع ما نسبته 32.7% في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. متذكرين أيضا أن نسبة الإناث من مجموع العاملين في قطاع البحث العلمي والتطوير فاقت أكثر من 50%. في كل من تونس والكويت، وأكثر من 45% في كل من مصر والجزائر. أيها السيدات والسادة، إن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتنظر إلى الباحثين العرب بنظرة الثقة والأمل، في أنهم القادرون على صناعة الإنسان العربي فكرًا وعلماً، لبناء مستقبل الأمة ومجدها وانطلاقا من كل ذلك فقد أطلقت منظمة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بوابة الإليكسو للعلوم لتكون هذه البوابة العربية الإلكترونية الأولى من نوعها التي يلتقي فيها الخبراء والباحثون من العالم أجمع لتشكل هذه البوابة قاعدة بيانات للخبراء الذين نعتز ونفتخر بالتعاون معهم في شتى اصناف العلوم وبهذه المناسبه فانه لا دعوتكم للانضمام الى هذه المنصه وتشجيع زملائكم وطلابكم ليكونوا اعضاء فيها ايها السيدات والساده وبعين اخرى ملؤها الامل في قدرات وكفاءه الباحثه العربيه في شتى مجالات العلوم نتطلع ان تكون هذه الدوره من المنتدى بادئه خير لتجسيد وتجسير دور الباحثه العربيه في خدمه التنميه العربيه واستدامتها متطلعين الى دور رئيس للباحثه العربيه في خدمه مجتمعها العربي وبناء الإنسان العربي أصحاب السمو والمعالي والمكرمين والسعادة وإنني أكرر شكري لكم ولكل من سعى للمشاركة في هذا المنتدى رعاية ومشاركة وحضورا فإنني لأقدم من خلالكم شكري الجزيل إلى اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ولشخص زميلنا السيد أحمد موسى البلوشي ولزملائه الأكارم لما أبدوه من جهود دؤوبة لإنجاح فعاليات هذا المنتدى ولفريق عمل الإليكسو أيضا داعيا العلي القدير أن يكلأكم برعايته وعنايته والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راعية الحفل، ضيوفنا وحضورنا ومشاهدينا الكرام. تعد المراه شريكا اساسيا في تحقيق اهداف التنميه المستدامه وتطوير المجتمع وتسخر اوطاننا العربيه بنماذج مجيده وبارزه لنساء حققنا درجات عاليه من العلم والكفاءه في ميادين البحث العلمي والابتكار ولا تكاد تخلو العقود الماضيه من انجازات دولية للمرأة العربية في هذا المجال. نشهد الان واياكم احدى نماذج النجاح الملهمة والطاقات الاستثنائية للمرأة العربية. الا وهي الدكتورة مها بن زكريا الريامية، الاستاذة المساعدة بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. الحاصلة على جائزة لوريال يونسكو للنساء في مجال العلوم زمالة الشرق الأوسط لعام 2022. يسرنا دعوتها لتروي لنا قصة نجاحها المتميزة والتي عنونتها بعنوان رحلتي في مجال العلوم والأبحاث كباحثة ناشئة فلتتفضل مشكورة. قصة نجاح متميزة. الدكتورة مها بنت زكريا الريامي أستاذة مساعدة بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، وهي عضو في هيئة تحرير مجلة عمان الطبية. حصلت على درجة الدكتوراه في مجال الأبحاث الطبية في عام 2019 من جامعة ماكجيل الكندية حصلت على عدة جوائز علمية آخرها جائزة لوريال يونسكو للنساء في مجال العلوم زمالة الشرق الأوسط للعام 2022 وذلك لمرحلة حملة شهادة الدكتوراه وقبلها الجائزة الوطنية للبحوث في عام 2020 لقطاع الخدمات الصحية والاجتماعية من قبل قطاع الإبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو وأصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة والسيدات والسادة. يسعدني أن أكون هنا اليوم وأشكركم على الدعوة والمقدمة، أنا جدا ممتنة لهذا الفرصة. سأحدثكم اليوم عن رحلتي في عالم البحث العلمي والعلوم كعالمة ناشئة، كيف دخلت لمجال الأبحاث وما هي أهم المحطات وانتهائي بحصولي على جائزة لوريال يونسكو للمرأة في العلم. يقال: أن كل الأطفال يولدوا علماء وأن العالم ما هو إلا طفل لم يكبر أبدا حظيت أنا وأخوتي بطفولة رائعة كنت دائما أحلم ودائما أتساءل ومثال على أحد أكبر تساؤلاتي كطفلة هل كل الناس ترى نفس الألوان أو أننا نرى ألوان مختلفة لكن نطلق عليها نفس الأسماء لطالما كنت أفكر وتساءل وأعتقد أن ما ساعدني على توسيع آفاقي ومداركي منذ الصغر هي الطريقة التي نشأنا عليها أنا وإخوتي كأطفال كنا دائما نعمل شيء يثري الفكر ويوسع المدارك من رسم من رسم لقراءة لعزف وكنا نزور المتاحف وفي فترة الصيف نشارك في النوادي الصيفية للأطفال ونمارس رياضات مختلفة. أنا أؤمن أن كل هذا ساهم في توسيع مداركنا كثيرا منذ الصغر. كأطفال اعتقدنا أننا هناك لتمضية الوقت أو للاستمتاع لكن حقيقة تعلمنا الكثير من المهارات المهمة من خلال هذه الأنشطة وهذا مثال على ما يسمى بالتعلم الغير المباشر او الـ indirect عندما يعتقد الطفل انه يتعلم شيء معين لكن حقيقة هو يتعلم شيء اخر. فالهدف لم يكن لجعلنا رسامين او رياضيين، لكن كان الهدف ان نتعلم مهارات مهمة مثل العمل الجماعي، اهمية الوقت والمثابرة وغيرها. والدي وفروا لنا طفولة وبيئة مثالية لتوسيع افاقنا، وايضا كانوا افضل قدوة لنا في المثابرة والعمل الجاد. علمونا ان العمل مسؤوليه وامانه واننا اذا قمنا بمهمه علينا القيام بها على اكمل وجه بغض النظر عن حجم المهمه علمونا ان لا نتوقف ابدا عن التعلم والعمل من اجل التطوير من انفسنا مثال على هذا امي متقاعده حاليا وما زالت تحرص على حضور الدورات والندوات والمؤتمرات اونلاين هي رائده في مجال البحث العلمي ولديها رصيد بحثي مهم من بحوث وكتب في مجالات الاداره والموارد البشريه وغيرها من المجالات. ووالدي مهندس زراعي ولديه اهتمامات بحثيه وكان المشجع الرئيسي لي في اختيار التخصص العلمي. درست في جامعه السلطان قابوس في كليه العلوم في كليه العلوم تخصص التقنيه الحيويه وخلال خلال سنوات دراستي في كليه العلوم تعرفت على عالم البحث العلمي ومن شغفي للمجال كنت أتدرب في كل عطلة في مختبر مختلف وكان الجميع يرحب بي ويعطيني فرصة التدريب سواء كان داخل الجامعة في كلية العلوم أو في كلية الطب والعلوم الصحية أو خارجها مثل شركة البي دي أو شركة تنمية نفط عمان وحيث أنني حصلت على فرصة التدريب كمتطوعة في كندا لمدة ثلاثة أشهر وأنا كنت لازلت في مرحلة البكالوريوس وعملت في مختبر البروفيسور محمد مرشد في معهد بريتش كولومبيا سنتر فور ديزيز كنترول بروفيسور محمد مرشد رحب بي كطالبة من الطرف الثاني من العالم بخبرة قليلة جداً لأعمل في مختبره لمدة ثلاثة أشهر وهنا تكمن أهمية إعطاء الفرص كنت أجد متعة كبيرة في العمل في المختبر وفي محاولة الإجابة على سؤال جديد وتحدي جديد كل يوم ومن هنا أيضاً بدأت أن أدرك أن البحث العلمي يتميز عن غيره من المجالات بقدرتها على تحسين البشرية في كل المجالات وأن كل شيء قائم على البحث العلمي كما أنني أثناء دراستي في كلية العلوم قمت بالعمل في أول مشروع بحثي كامل لي كجزء من المنهج الدراسي حيث أنه هناك تركيز على البحث العلمي للطلبة الاندرغراد في كلية العلوم وبطريقة ماثلة في كلية الطب فقمت بأول بحث لي تحت إشراف البروفيسور الراحل ريجينالد فيكتور وكانت هذه أول ورقة بحثية نشرت لي بروفيسور فيكتور آمن بقدراتي وكان يشجعني بشكل كبير للاستمرار في مجال الابحاث وعلى ان اكمل دراستي العليا وعندما احتجت على رسائل دعم للتقدم للدراسات العليا كان دائما حريص على كتابه افضل رسائل الدعم لي وسابقى دائما ممتنه لدعمه. وبعدها حصلت على درجه الماجستير من جامعه سايمون فريزر يونيفرستي في فانكوفر في كندا تحت اشراف البروفيسور ديفيد بيلي. وأذكر في احد اول لقاءاتي معه عندما اخبرني اني سادرس جين معين 65 سالته ماذا سادرس بالضبط؟ وكان جوابه لي انت خبريني ماذا تريد ان تدرسي. You the student not me. انت الطالبه مش انا. وبقدر ما بقدر ما كان ذلك صعبا كان من الرائع جدا ان احظى بهذا القدر من الحريه للقيام بالتجارب التي اريد وان ادرس ما اريد. فقد علمني ذلك من خلال التجربه المباشره فعندما كنت لا أحصل على النتائج التي أريدها أريدها كنت على الأقل أحصل على الخبرة في مثل يقول اكسبيرينس what you get when you don't get what you want. لما ما تحصل شيء اللي تريده على الأقل نحصل على الخبرة ثم درست الدكتوراه تحت إشراف العالم الرائد في مجال مرض السكري بروفيسور قسطنطين بوليكراناكس في جامعة مجيل الكندية بروفيسور قسطنطين بوليكراناكس مشهور بإجراء ريسكي بروجيكتس أو مشاريع صعبة وأحب طرح أسئلة كبيرة وعلمني الا اخاف من الفشل لكن اخاف من ندم عدم المحاوله. وهنا بدا شغفي بموضوع المناعه الذاتيه ومرض السكري من النوع الاول. كانت فتره صعبه فيها تحديات كبيره وبذل مجهود كبير والعمل لساعات طويله في بعض الايام. كان علينا ابدا العمل في المختبر في بعض الايام الساعه 4 4:30 الفجر. واهم ما تعلمته من هذه التجربه هو قبول التحدي والمثابره وتقدير قيمه الوقت. في تلك الفترة سمعت اقتباس يقول هناك 86400 ثانية في اليوم والأمر متروك لك لتقرر ماذا ستقوم بهم أذكر أني كتبت هذا الاقتباس في كل مكان في شقتي، في المختبر، في المكتب لأذكر نفسي أن الوقت موجود ولكن علي استخدامه بحكمة وهذا الشيء أحاول أن أعلمه طلاب اليوم وهو أهمية إدارة الوقت وخلال فترة دراستي في الدكتوراه شاركت في كتابة عدة أوراق علمية مع بروفيسور بوليكرناكس ومنها كانت في مجلات بحثية كبيرة مثل Nature Genetics, Genome Research و Trends of Medical Genetics ولازلت على تعاون بحثي معه لليوم كما حصلت في فترة الدكتوراه على عدة جوائز ومنها أنه تم اختياري للحضور والمشاركة في مؤتمر المعاهد الكندية للأبحاث الصحية في عام 2017 لكوني ضمن أفضل 5% من طلبة الدكتوراه في البرنامج وخلال هذا المنتدى حصلت على الجائزه الذهبيه في عرض الملصق الوطني للبحوث ال ار كما حصلت على عده جوائز سفر لحضور مؤتمرات علميه وجوائز بس بوستر برزنتيشنز في مؤتمرات طلابيه وبعد رجوعي للوطن قمت بنشر ورقتي في مجله جينوم ريسيرش وحصلنا كفريق بحثي على الجائزه الوطنيه للبحث العلمي لعام 2020 من قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار واليوم أعمل كأستاذ مساعد بكلية الطب والعلوم الصحية حيث أحظى بدعم جميع من في الجامعة بجميع وحداتها وبجميع من في كلية الطب والعلوم الصحية وقسم الكيمياء الحيوية وكمثال على هذا الدعم فإنه زملائي في القسم هم من شجعوني على أن أقدم لجائزة لوريال يونسكو للمرأة في العلم جائزة لوريال يونسكو للمرأة في العلم هي جائزة مقدمة بالتعاون بين شركة لوريال مع اليونسكو وتهدف هذه الجائزة للاعتراف بإنجازات النساء في البحث العلمي وتثمين جهودهن كما أنها تشجع المزيد من النساء على العمل في الوظائف البحثية والمساهمة في الابتكارات والاختراعات وإثراء المعرفة البشرية أيضا هي تلهم الفتيات الصغيرات للعمل في البحث العلمي من خلال تعريفهن على نماذج يحتذى بها من داخل مجتمعاتهن وحصولي على هذه الجائزة ولجائزة الجائزة الوطنية للبحث العلمي ما هو إلا شرف ودافع كبير للمضي قدما في المجال واختم هنا بان عنوان هذه الكلمه هي قصه نجاح الدكتوره مها، لكن حقيقه أن هذه ليست قصه نجاحي انا، انا ما زلت في بدايه الطريق والمشوار لسه طويل، لكن انا كنت جزء من قصه نجاح كل من دعمني في السنوات الماضيه وجعلني ما انا عليه اليوم، هي قصه نجاحهم هم كاباء، كمشرفين، كموجهين، كزملاء، ووجه لهم كل الشكر والتقدير. وشكرا. إذن هكذا هي المرأة العربية قادرة على تحقيق إنجازات يعتد بها في حال توافر الظروف المحفزة. الحفل الكريم يسر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو أن تعرب عن شكرها وتقديرها. لمعالي الاستاذه الدكتوره رحمه بنت ابراهيم المحروقيه الموقره وزيره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على رعايتها الكريمه لافتتاح اعمال المنتدى العربي للبحث العلمي والتنميه المستدامه وبهذه المناسبة يقدم الاستاذ الدكتور محمد سند ابو درويش مدير ادارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هدية تذكارية لمعاليها. مشاهدينا الكرام في ختام جلستنا الافتتاحية لا يسعنا إلا نتقدم بوافر الشكر والتقدير لمعالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الموقرة راعية افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي وللمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على تعاونهما الدائم ولكل الجهود المبذولة في إنجاح أعمال المنتدى في دورته التاسعة كما نتوجه بالشكر الجزيل والثناء لكل الداعمين من المؤسسات الأكاديمية العربية والمحلية ولكل مقدمي أوراق العمل ولكم حضورنا ومشاهدين الكرام متمنين لضيوفنا الأعزاء طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته